سلمت لجنة ملكية هبات ملكية لشرفاء وفقهاء عدد من الأضرحة بمكناس، وذلك بمناسبة الذكرى 21 لوفاة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وسلمت هذه الهبات لأضرحة مولاي إدريس زرهون ومولاي إسماعيل وعبد القادر العلمي وسيدي محمد الهادي الشيخ الكامل في حفلات دينية أقيمت بالمناسبة. ورفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني. وعبر الشرفاء والمشرفون على تلك الأضرحة خلال هذا الحفل الذي حضره أيضا الفقهاء والعلماء ورؤساء المصالح الأمنية والسلطات المحلية عن عظيم الامتنان للعناية الملكية السامية ولهذه الالتفاتة المولوية الكريمة لأمير المؤمنين، وما لها من دلالة قوية على العناية التي يوليها جلالته للقطاعات الدينية والقائمين عليها، مجددين التعبير عن آيات الولاء والإخلاص والتشبث بالعرش العلوي المجيد.